على مشاهدينا الكرام من أثينا عبر سكايب دكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. مرحبا بك دكتور فاروق. نبدأ من تصريح التحالف الدولي. أهلا بك. حياك الله. أهلا بك وبمشاهدينا. أهلا وسهلا بك وحياك الله. التحالف الدولي دكتور فاروق ذكر أن الأسباب الحقيقية لظهور ما سماه التطرف أو العنف في العراق لم تعالج. يعني لو بدأنا بهذه الأسباب، ما الأسباب برأيك الحقيقية لتصاعد العنف في البلاد بعد الاحتلال؟ أنا باعتقادي أنه التحالف الدولي هو وأمريكا بالذات هي المسؤولة رقم واحد عن هذا العنف، لأنه بعد غزوها للعراق، بعد احتلالها للعراق، سلمت مقاليد السلطة إلى عناصر هي تعترف أنه عناصر غير كفوءة، هي لديها معلومات كاملة عن كل شخص من العراق، لديها معلومات كاملة عن الوفيات الغير مسؤولة، عن التطرف الميليشيات، عن تصاعد الأعمال العنف. هذه ليست جديدة، في عام 2004 2005 2006 أنا عشتها في بغداد، وكنت في تلك الفترة في بغداد، وكانت تملأ الشوارع في كل يوم وفي كل مناطق، وأصبحت أصبح الإرهاب مسألة تعم العراق وخاصة المدن اللي قاومت الاحتلال، فهذا ليس بشيء جديد. نعم. طيب كيف أسهمت إذن حكومات ما بعد الاحتلال بإذكاء الفوضى في البلاد، بل وحتى الاحتلال نفسه كيف أسهم بإذكاء هذه الفوضى الأمنية في البلاد؟ يعني هل كان إشعال وتكريس الطائفية في العراق من أجندات تلك الحكومات دكتور فاروق؟ الصوت راح، بس مع ذلك نعم. إذا ممكن تعيد السؤال من خلال نعم. الآيباد. نعم نعم، الآن الصوت أفضل. كيف أسهمت حكومات ما بعد الاحتلال بإذكاء الفوضى في البلاد، وهل كان إشعال وتكريس الطائفية في العراق من أجندات تلك الحكومات؟ قد ما تهمش كتل كبيرة وقطاعات كبيرة من الشعب ومدن بكاملها تهمش بشكل كامل، هذه هي تساهم في إشعال الفتنة وفي إشعال الطائفية، وعندما تهجر المئات والألوف بالقوة واستخدام العنف، هذا كله يثير المشاكل في البلد ويثير العنف في البلد، و دائما لكل فعل رد فعل. ولذلك يعني اذا نعيد الى الذاكره ايام جرف الصخر وايام الفلوجه وايام الرمادي وايام مدن ديالى، كانت تتعرض الى هجمات شبه يوميه، والتحالف كان ينظر ويشهد، وكانت بذيك الفتره خاصه اعوام ما بعد الاحتلال كانت الهمرات تشاهد الميليشيات تقترف الجرائم، ومساله طبيعيه بالنسبه لها. وحتى الموصل عندما تعرضت الى ما يسمى بالتحرير، وهو انا ما اعتبره بالتحرير وانما بالتدمير، التدمير كانت طائرات التحالف هي اللي تقود التدمير، ودمرت اول ما دمرت المؤسسات التعليميه جامعه الموصل، المستشفيات، ومن ثم دمرت الجسور، وبعد ذلك دمرت المساكن والدور، لم تكن مع ما بين رجالات الدولة وما بين الميليشيات وقوات الجيش والتحالف، وإنما كانت كل مدينة الموصل مستهدفة بسكانها بدورها بأراضيها، ونفس الشيء حصل بالفلوجة في المعركة الأولى والثانية وخلال ما بعد 2014. الآن دكتور فاروق، هذا الإقرار أو الاعتراف من التحالف ألا يدعو إلى التساؤل عن الجدوى من الحرب على ما يسمى الإرهاب وتدمير المدن وتهجير الملايين؟ يعني بكل بساطة بعد كل ما حدث يعلن التحالف أن أسباب العنف والتطرف ما زالت موجودة. هم لا زالوا يعرفون أنه موجودة، وهذه سياسة مخطط لها، وسياسة تدمير العراق كانت مرسومة بالفترة السابقة، وهم الآن من الذي قوى الميليشيات؟ الأسلحة اللي تستخدمها الميليشيات هي أسلحة أغلبها أمريكية الصنع، أغلبها هي أسلحة الجيش العراقي اللي استلم الجيش العراقي بموجب اتفاقيات وعقود مع قوات التحالف.
تعرف. فلذلك انا اعتقد انه هذه الاعتراف ما راح ياثر بشيء. اعترف قبلهم توني بلير، اعترفوا اكثر من مسؤول، مدير المخابرات المركزيه، واعترف وزير الخارجيه، وزير الدفاع، اغلب القيادات الامريكيه اعترفت انه هي كانت مضلله، وانما كانت معلوماتها خاطئه، وانما كان وكان وحتى الرئيس الامريكي الحالي يعترف انه العراق ما قبل الاحتلال هو افضل بكثير من العراق ما بعد الاحتلال، ويعتبر الاحتلال دخول العراق هو خطأ فاحش. على الرغم من كل ما حدث ويحدث، إصرار الحكومة الآن على مواصلة سياسة الإعدام للمعتقلين والاعتقالات العشوائية، كيف تقرأ هذه السياسة؟ لا سيما أن المنظمات الدولية وصفت تلك الأحكام بأنها باطلة ومبنية على محاكمة صورية. حقيقة أنه القضاء، الكل يعرف أنه القضاء في العراق سيس، وبدليل أنه لم يحكم على أي من الذين اقترفوا الجرائم بحق المدنيين، وعلى أي فاسد من الفاسدين. تهمة 4 إرهاب أصبحت تواجه الكثير من أبناء المدن، وبالذات المدن الغربية، يعني الموصل، الأنبار. قبل قليل أنتم كان عندكم تقرير عن مدينة راوة. راوة واحدة مدينة صغيرة دفعت مئات الشهداء بتهمة الانتماء إلى أي مقاوم للاحتلال. أصبح يسمى قبل ما تجي داعش كان يتهم بال4 إرهاب، أي مقاوم للاحتلال يتهم ب4 إرهاب، والكثير من الموجودين الآن والمغيبين هم قاوموا الاحتلال الأمريكي، ما كان موجود في تلك الفترة الصراع الطائفي في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي مقاومة ضد الاحتلال، ومع ذلك لا زال الكثير من العراقيين في السجون لأنه قاوموا الاحتلال الأمريكي. فأنا أعتقد أنه أمريكا هي نفسها هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عما يجري وما زال يجري في العراق من تدهور ومن سيطرة للميليشيات وسيطرة للقوى الطائفية وسيطرة والتغلغل الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي، وحتى التحالف العربي في كثير من الأحيان ساهم في تدمير مدننا وبالذات المدن الغربية. في سؤال أخير دكتور فاروق، سمحت، مجلس محافظة نينوى حذر من فوضى أمنية بعد تصاعد أعمال الاغتيال، وذلك بعد عام ونصف من السيطرة على هذه المحافظة. يعني يقول أنه عادة الفوضى الأمنية للمحافظة بعد عام ونصف من السيطرة عليها، يعني من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول عن ذلك الحكومة بالدرجة الأولى، لأنه الحكومة سمحت للميليشيات بالاستمرار، والميليشيات رئيس الوزراء يعترف أن هناك أكثر من 100 ميليشيا غير منضبطة، وهذا اعتراف رسمي علني أمام وسائل الإعلام. فعندما تكون هناك أكثر من 100 ميليشيا غير منضبطة، وهذه الميليشيات لماذا تستمر في المناطق ما يسموها بالمناطق المحررة؟ إذا حرروا المناطق، المفروض الجيش والشرطة هي التي تستلم زمام الأمور، وأبناء المنطقة هم قادرين على حماية المنطقة، ما يحتاجون إلى هذه الميليشيات اللي يتمارس الآن. نقرأ حتى، وأنا عندي علاقات من خلال علاقات صداقة، وكثير من تمارس ممارسات الأتاوة والطلب لكل شيء، أي حركة، أي دخول، أي خروج، يتم بدفع الرشاوي للبضاعة، للسيارات، هذه تمارسها الميليشيات إضافة إلى الجرائم اللي تقترف بحق المواطنين. من أثينا عبر أسكاب دكتور فاروق فتيان، راوي دبلوماسي والأكاديمي العراقي، شكرا جزيلا لك.